حبايبك حبايبك. هذه فقط الربابه طبعا صفحه شيح وقرصوم موجوده ايضا، والاعلام ايضا الراي موجود، كوميديا خاصه راح يكون لهم فقره فيه. الو الو أنا أنا يا مرحبا يا مرحبا، ترحيلك الأرض للخير، كنا شتات والتقينا على زاد، والكل منا يسكن أطراف كثيرة، شركس على شيشان ودروز وكران بدو حمر عربان شبه الجزيرة. يا اخوان حيوا جميعا يا اخوان، قاعد قاعد بالله عليك يا اخوان، من المصور يقعد يا شباب، خلوا اللي وراكم يشوفوا، كلنا اقعد يا شباب شوف يا اخوان، اقعد اقعد وخلي اللي وراكم يشوفوا، اقعد عشان عريسنا، عشان عريسنا زامل يا اخوان، اقعد ووالد العريس واهل العريس ما شاء الله، الفنان سامر الطراول بيقول فيه حضور 3000، وانا بقول كمان بجوز اكثر من 3000، فكل واحد فيكم 1000 وقاموا. اسمحوا لي باسم المعزي باسم الجميع، طبعا انا شايف حبايبي يا بنفتح الساحه يا ابن الواد، حبايبنا اللي بصوروا بعدين فيكم، يا بنفتح الساحه يا ابن الواد، اختاروا يا ابن الواد على الكراسي يا ابن الواد ارضي، حملونا يا حبايبي اسمي وباسم الجميع بوزع على قرايبي ارضي يا شباب، بني صخر حمر النواظر ونعم فيهم، يلا حيهم جميع اخوان الصبح، ونعم جميع الحضور يلا حيهم، وجميع من شاهدنا عبر الشاشات والحضور حياكم الله عطيفه نسور وقتها. واتقدم الشكر لاخوي الدكتور احمد عبد الطلاون ايضا، والمختار احمد محمد بدر الفايز، يلا حيهم جميعا. ابو داكر شباب نوسع الساحه، نوسع الساحه ونفتح الساحه، شباب اللي واقفين بالساحه يا كراسي يا ابن الوقت حملونا يا شباب. والله يا اخوان ماني قادر اصور من العالم اللي قدامي.
مايسترو. وين صف السامر؟ وين صف السامر؟ نفتح الساحة، نفتح الساحة وصف السامر يا شقة.
هنداي اكسديل ابيض، هنداي اكسديل ابيض، ذكري على الصوان المسوار بعدين افتح لنا الطريق. شكرا ونبارك مرة أخرى لعائلنا وحبيبنا وهذا الحفل الكبير أخونا أبو زابل ونقول له ألف ألف مبروك، كما نشكر الفرقة الموسيقية بقيادة الباسل سامر وخالد وأيضا الهندسة الصوتية وجميع من شارك من بعد الحفل مع الفنان عودة مع الكراهن الحبيب سامر الطرابة.